ايه حدود حق بينا ضيفنا اليوم السيد صالح حفيدي. صالح يا حبيب، مرحبا بيك. يبيك يعيشك يعطيك الصحة. شكرا على الاستضافة. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ الحمد لله لاباس. بون نعتذر شوية على التأخير اللي حبينا الفريق، حبينا نكمل المقابلة باعتبار ان الكلام باش يكون في جزء كبير فيه على احباء الكلوب بطبيعة وحقائق تاريخية بتهم نادي الفريق، هكا ولا صالح؟ ان شاء الله. ما عندكش حاجة تحبش تحكي فيها ولا موضوع هكا تحفظ عليه ولا حاجة؟ لا لا لا، خايف من تو نبداو واضحين. لا لا باهي. أكيد كنت تابع في المقابلة، كنت حتى في ملعب الشوط الأول تبعته، كيف شفت اليوم الملعب بالمقابلة؟ والله قبل كل شيء نحب نهني الناس كل باللي شفته، الأمبيونس اللي عندنا بون ما ريناهاش، الأمبيونس الموجودة في استاد المنزة، استاد رادس، استاد حمد العقربي الله يرحمه، تنظيم محكم، جماهير غفيرة جدا. صحيح فما ناس دخلت، انا واحد من الناس دخلت بعد ما بدات المباراه ب 10 ولا 15 دقيقه، لانه الطريق كان زحمه كبيره برشا برشا، جماهير غفيره كانت في المستوى، فما امبيونس اللي توحشناها برشا، زيد اللقاء الكلاسيكو ليتوال والنادي الافريقي يشدوا وان شاء الله وان شاء الله تفرجنا في شوط اول ممتاز. انا غالب نتاسفوا فما الاصابه نتاع صابر خليفه، كسر على مستوى الساق اليسرى، ان شاء الله لاباس، باش يقوم بعمليه جراحيه في الساعات القليله القادمه، نتمنى له الشفاء وان شاء الله ملاعبنا نرجعوا نراوها الامبيونس اللي ريناها اليوم. حلوه برشا، حلوه برشا، اشتقت توحشناها برشا بالحق، صافي بليزير. قعدت نخزر للملعب وعندي نقولوا مده تو عندنا 4 5 سنين ما شفناش توحشنا الامبيونس تاع البوبليك، توحشنا الامبيونس، شفنا شويه ماتش ليتوال اسبيرونس كيف كيف. صحيح. اليوم مع الكلوب حلوه برشا، اما ان شاء الله يقعد ديما في النطاق هذايا بالروح الرياضيه هذيا بالتشجيع الباهي هذايا، ما غير ما نخرجوا على الخط كما يقولوا، حتى كي يصير خروج على الخط ماذا بينا يتعاقب السيد اللي عمل الفعل، ما يتعاقبش الجمعيه تحرم من جماهيرها، خاطر في العالم الكل يصيروا كي يتعاقب الاول والثاني والثالث، تو العباد الكل ما عادش تتربى وما عادش تعرف. هو راهو الاشكال اللي صار، باش نبداو واضحين واللي الناس الكل تعرفوا، هو الاشكال اللي صار بين اونتر لي جروب امام، معناتها هذاك هو المشكل الكبير، معناتها البروبليم ماجور اللي حتى حد ما نجم يلقى له حل، هو المشاكل اللي تصير اونتر لي جروب. ان شاء الله تو اللي رينا اليوم فما ناس كل يتفرجوا مع بعضهم، من ناس كل ملمومين جاوا باهي يشجعوا في الفريق، كسوا منا ولا منا، هذين نحبوه ان شاء الله ما عادش نرجعوا لك المظاهر هذيك، باش ما تخليناش ناخذوا دي سانكسيون اللي تحرم الفريق الكل، خاطر فما جماهير ما عندها حتى ذنب تحب تجي تفرج وتشجع في نطاق الروح الرياضيه. صحيح باهي. كيف شفت الماتش؟ كيف شفت الكلوب اليوم زاد؟ والله ما تنجمش تشوف حاجه كبيره في لا روبتور اللي عشناها 3 شهور، ناس منقطعين على اللعب، لكن رغم هذايا فما ريتم، فما انفي، شفنا فترات وين النيفو طلع برشا برشا، وشفنا فترات وين النيفو هبط، النيفو متقارب برشا، النادي الافريقي كان حارس اكثر على النتيجه، نجم الرياضي الساحلي وفي للطريقة نتاعو جديدة، شاهدناها لعب بنفس الأسلوب اللي لعب به ضد ترجي، نفس الأسلوب اللي لعب به اليوم ضد النادي الإفريقي، وكأنه روجيه لومير قاعد يعطي في طابع جديد للنجم الرياضي الساحلي حسب ما يتوفر له من ملاعبية وحسب ما يتوفر له من إمكانيات. بالنسبة للكلوب قناعتك اليوم شنو كيف شفت الفريق؟ قاعد يتحسن ما عادش؟ والله الفريق اليوم بالإفكتيف اللي موجود توا، خاطر النادي الإفريقي دعم الفريق نتاعو بخمسة ولا ستة عناصر، النادي الإفريقي نشوف ولي دوبلور اليوم، ترى الذوادي على البنك، ياسين الشماخي على البنك، ترى الوليد اللي جا من المستير اليوم ما ريكوش، علي العامري ما هبطش، علي العامري ما هبطش، هذوما الكل سي دي جوار تيتولير، سي دي جوار في كل وقت ينجموا يعملوا ديفيرينسا، صابر خليفه ونتمناوا له الشفاء مره اخرى العاجل. يعني نادي الانتدابات شنو رايك فيها؟ كونتر زير دوم كي هبط ما شفناش حاجه كبيره من ما تنجمش تحكم على ملاعب في المباراه الاولى، خاصه يلعب ضد فريقه الثاني، يلعب ضد فريقه اللي كان فيه، ممكن راهو شو فما ملاعبي ياخذ طون دادابتاسيون، وفما ملاعبي يلزم يعاونوه على الادابتاسيون، فما ملاعبي سانتيجر من نهار الاولاني، هذوما الملاعبيه مش الكل كيف كيف، مش بنفس الشخصيه، مش بنفس الامكانيات، خاطر فما الامكانيات الشخصيه، الامكانيات الفنيه، الامكانيات الذهنيه، ربما في قادم الايام نجموا نحكموا عليه حكم قاطع، مباراه واثنين وثلاثه ما نجموش نكونوا قاطعين. برشا يلوموا على منتصر مثلا، يقول لك فما نتيجه لكن الاداء مازال ما تطورش في الكلوب. الاداء ما تنجمش الملاعبيه، هاني قلت لك فما 5 ملاعبيه جدد ما صارتش كومبيتيسيون، عندنا 3 شهور ما قعدناش قاعدين نلعبوا، صحيح لي ماتش اميكو يصلحوا باش تجرب فيهم باش تشوف الملاعبيه باش كذا، ربما النادي الافريقي شو ديما الجمعيات الكبار
فما كما نقولوا احنا سامحني في الكلمه نطمعوا ديما فيسع فيسع نحبوا نطمعوا من فوا نسمعوا ان دو تروا ركتمو اه صحيح الوجه مش يتبدل والمانيير ونطلبوا في كل شيء مع بعض اوسي بيان لو ريزولتا لا مانيير ما نجموش راهو النادي الافريقي كان في وضعيه خاصه عمنا وما نساوش اللي لعبنا الروليغاسيون حتى دو تروا جورني قبل لا فان هذا ما لازم نشوف السنين وجه النادي الافريقي يتبدل خيره بيان سور خير ان شاء الله نتحسنوا ان شاء الله نتحسنوا اما اذا فريمون النادي الافريقي باش يواصل بالامكانيات هذيا القدام وقتها نجموا بوز لا كيستيون مي بور لو مومون تخليوا الناس هيئه يوسف العلمي تقريبا عندها عام وبضعه ايام تخدم كيفاش تقيم العمل نتاعها هل مطمئن على مستقبل الكلوب مع الهيئه هذه اول حاجه ذوما ابناء النادي الافريقي وما نجمش نشك لحظه واحده في انهم يدخروا اي قطره عرق في خدمه النادي الافريقي شفنا بعض عده بوادر نتاع ناس مغرومه فما الغرام انا نمن بحاجه انا نقول لهم فما حاجه برك تنجحك ما نخافش من حتى حاجه نخاف الانسان اللي مش يبدا مش مغروم اذا تبدا مغروم في خدمتك ولا مغروم في ميدان راك تنجح حتى كان ما تنجحش برشا تنجح بنسبه معينه انا نقول الناس هذوما يحبوا ينجحوا ومادام فما حب النجاح مادام النجاح باش يجي مش اليوم غدوه مش غدوه بعد غدوه اما نجاح جاي نصبروا عليهم نعاونوهم انا بالو شوا راهو اسمعني مش الحل في كل عام وعامين نلقاو كيف ما مشيتش بدل لا لا مش هاي بدل واللي بعده عام وعامين وذاك الغلط اللي غلطناه قبل كونه ما نصبروش نورمالمون ان ماندا سي با دو دوزون باش نجم تعطيك نتيجه الرئيس يبدا يخدم ما ينجمش يعطيك ويعمل مشروع في عامين باش ينجح اللي يفوق شوف رؤساء 20 و25 سنه و15 سنه و16 سنه وتلقى شوف نعطيك اكزومبل الرئيس اليوم رئيس اليوم اولاس هكا اولاس الى دوميني لو شامبيون بوردون 12 ans و تشامبيونز ليغ توا اليوم ما عادش في اللي... ما عادش اليوم لكن الى توجور لا وبنى ستاد كبير اليوم وعمل ديزاف ستركتور وباعوا واكبر ملاعبيه خرجوا من اليوم كريم بنزيما وغيره وغيره لازمنا نتعلموا نصبروا مالوروزمون احنا ما نصبروش حبيت نبدا نحكيو بالاكتواليتي قبل ما ندخلوا اكثر شويه في عمق التاريخ حكينا على الكلوب ماتش مزاكي وفاه كيف كيف اليوم تقريبا الاسبوع هذا شد الانتباه والثلاث ايام هذم ايقاف البرنامج نتاعكم الاثنين الرياضي ديما سبور سبور تونس كيف نسميه هو كان الاثنين الرياضي وبعد تبدل ديما سبور المره الثانيه قرار مفاجئ من الهيكل قرار فاجئنا الناس الكل كنا نستناو في رياكسيون مي ما كناش نستناو في قرار من النوع هذايا ولو القرار بصراحه انا ولد البرنامج وموجود فيه وما تعودتش بعمري ما تكلمت في الهيكا اول مره ربما باش نتكلم الهيكا دورها تعديلي القرار الاولاني اللي خذيته وقت اللي المناوشه ما نقولش مناوشه هو حوار لكن الحوار كان طاح فيه برشا النيفو مش النيفو ربما خاطر العلاقة اللي تربط السحبي بمكرم اللقام علاقة وتيدة اي برشا قالوا تحس القاعدة معناها كانت في قهوة مش بلاد وتلفاز اسمعني مش اسمعني يقول لك هذه راهو راهوها في التلفز تاع العالم الكل تصير بارفوا وين انا راني ضد باش النيفو يعبد وما نبررش هذا لكن ما سمعناش خروج على الناس ما سمعناش مثلا اعتداء على الاخلاق انا بيدي ما نسمحش به وضده على طول ايه توصل مع عبد يفرق في التاجين تش تقعد تبع في حياته الكل اي لا اسمعني بون فرق اسمعني انا حاب نسال سؤال تو دابور اسكو تفرق في التاجين كلمه عيب تو دابور هاني قلت لك شنو معناتها لا 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 خلينا ناخذوها خلينا ناخذوها كلمه معناتها كانك مسيرته في كرامته معناها يمشي لعبه يفرق في التاجين انا لا لا اسمعني انا تو دابور بعد ما صار هذيك وخرج مكرم اللقام اتصلت به بالحين وطلبت منه اسكو مكرم انت قال لي لا راهي حكايه صارت تعديت على روحها هذه ساعه ولا ساعه ونص بعد ما وفات الحصه وحتى ما قلت لي جاء العقاب نتاع الهيكا مكرم اللقام كتب رسمي للهيكا وصرح وقال راهو ما حسيت بحتى اهانه راهو كان حوار سخون شويه ربما انا تغششت من نوعيه من السؤال اللي وقع سؤاله انا ما عندي حتى شيء كان وضح معناتها بالكتابه للهيكا وفي التصريح قام به في الاذاعه وبعث معناتها تكلم في تونسنا معني الموضوع الكلام اللي قاله صاحبي بعد في تصريحاته في اي اف ام وحتى في الديوان كيف كيف نتاع نحرق روحي ونطلع للشعام كيف شفتوا
تقبلش اعتبروها كاني تهيج شويه ولا حاجه من نوع هذا. والله لا انا والله اتصل بي صاحبي وانا ما كنتش على علم بالقرار وكان في حاله صعيبه برشا وقال لي انا راني وقفت كل شيء وما عادش تسمع صوتي ولقيته في حاله هستيريه كبيره وعلق تليفون وما عادش نجم تحصل عليه واتصلت بالناس اخرين اللي هم معاه اون كونتاكت ووقتها بلغني القرار قالوا لي وقتها شو اشو كنا نغلطوا وانا اخي بحاجه اللي نلوم عليها وصارت لي مره انسيدون كبير نعرف الصحافي يخدم على روحي والصحافي يحب ياخذ السبق لكن يلزمنا نعرفه فما ناس ما تعرفش تتعامل مع الميكرو فما ناس ما تعرفش تتعامل مع الكاميرا وقت اللي يبدا سخون ماذا بيك الفومون ليفيتي خاطر ينجم حتى يقول كلمه خارجه عن نطاق حتى مش يعمل ديكلاراسيون اشو يقول كلام صحيح اللي قالوا صاحبي وتراجع ووضحهم بعد وقال انا ما كنتش في حالتي الطبيعيه واعتذر وقدم اعتذاره ولو هذا انا مانيش مبرر فيه امروا الصاحبي هذاك مورد رزقه الوحيد حس في روحه وكانه تقطع رزقه عاش حالة هو أما سي صالح الإعلام ماهوش ما ناخذوش بلغة مورد رزق تقريبا الإعلام هو رسالة وقاعدين نوجهه في رأي عام ونبنيه في رأي عام صحيح ماهوش معناتها بمنطق الرزق و ما اسمعني وقت اللي تحس روحك أنت مستهدف خاطر القرار الأولاني كما قلت لك أنا برأيي أنا ورأيي يخصني أنا قرار غلط تماما نجم لفت انتباه على ريغور سي لو ماكسيموم خاطر ما تعديناش على خاطر انا ديما نقول شنو نقول قل يا وليدي راكم تدخلوا للديار التوانسه الكل بدون استئذان وانتم راهو في الديريكت وردوا بالنا على رواحنا وعلى كلامنا واش نقولوا وما نمسوش وما نجرحوش وما لا تعدينا على الاخلاق لمسوا اخلاق معناتها صحيح انا معاك ربما مستوى الحوار طاح شويه ما انا معاك نشاطرك الراي انا تاخذ قرار بايقاف نهائي للبرنامج مش با بوسيبل معناتها اون ديري مستهدف وزيد يهبط القرار الثاني حس بروحه وكانه السيد هذايا يحبوا يفسخوه كريمه من المشهد الاعلامي خلاه ربما ياخو دي رياكسيون اشو اللي هو من بعد تراجع فيهم وقال وضح عمل قرار عمل ديكلاراسيون عند اخرى وين وضح قال انا كنت تحت تاثير القرار وكنت اشو وما نتمناوش البارح هو كان خطابه عقلاني اكثر مع زملائنا في الديوان فيهم شو انا مش نحلك بارانتيز اي صارت لي مشكله عام ضد الترجي نلعبوا ديربي في يوسف الزواوي راني في النادي الافريقي باش نجيوها بعد هذه نقطه اللي الكلوبستيه لتوا ما فهموهاش اي باش نجيوها بعد انا عشتها الوحيد اللي كنت متواجد كمسؤول في الفستيار تحب تحكي فيها تو ما يسالش مش خاطر هي نحب نربط مع باش نعطيك شنو اللي فهم تاع ديكلاراسيون اشو فوزي يوسف الزواوي ثم وفى الوقت برومير ميتان وجات كفران خاطر الاسبيرانس خرجت الكره ولا احنا خرجت الكره انا ويوسف الزواوي طلبنا من السلامي باش يخرج الكره يرجعها للترجي ما صارش هذاك الزقو لعب الكره خذاها سليتي وشعره ولا تسجل بها دف جمهور الترجي خاصص كيفاش ما عملنا با ريسبكتي لو فير بلاي كي دخلنا عملنا يوسف الزواوي عمل الرمارك للسلامي قالوا لا راهو زقو الله يرحمه الاسعد الورتاني هو اللي شاطها قال له انت من وقتاش تشوت الكورنيه قال له انا نشوت قال له كان تعطيها لي نعاود نشوت هكاك تغازش يوسف الزواوي كي تغازش قال له ما انا ما عادش وخرج من الفستيال كي خرج يلقى تلفزه قدامه مد له ميكرو قال له انا مع سي النجم راني جمعيه ما يجي ديسيبليني كلمه كبيره وقتها مع هو بيدو وحبيت وخذينا وقتنا وحكينا وقلت شنو صار في الفستيال وقتها؟ اللي صار ما صارش صار برشا حاجات لا 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 ما صارش شونسيون طلعت برشا بين بين سليتي الورتاني لا 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 اسمع هذا كان ضيفي محمد سليتي واكد وراه لا 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 وانا موجود كيفاش تقول لي لا مش نقول لك رغم اللي واعترف قال احنا غالطين لا اسمع محمد سليتي بعد محمد السليتي تو دابور لعبوا له الكره لعب الكره قال ما في باليش ما في بالوش ما كنت طايح وما ريتش سليتي الزقو هو اللي لعب الكره فعود السلامي والسلامي هو اللي شارجيه هو المكلف في باللي برا ريتي واش يضربهم هو يشوتهم هو دار يوسف الزواوي لزقاو قالوا شكون قال لك شوتها قالوا شوتها انا عاود نشوتها هكا تغش سي يوسف الزواوي وحل الفستير وخرج كي خرج عمل ديكلاراسيون اشو قال ما نجمش نخدم في فريق ناقص ديسيبلين خرجت كلمه خايبه وزيد خسرنا المباراه خذيت صدى اخر
ويوسف الزواوي رغم اللي قربنا وحبيناه يكمل لانه قاعد يقوم بعمل، قال لي ما عادش النجم. قلت كلمه خرجت كلمه صعيبه، قلت قال لي ما عادش نجم راني المجموعه، قلت فيهم جروب موش ديسيبليني ويفيكتيفمون وشد صحيح وما رجعش. دونك هنا السبب فيه هو الديكلاراسيون اشو، وهذا علاش حليت البارانتيز. انا كيفاش تقيم مستوى الحصه ككل بغض النظر على العلاقه الاخيره؟ يقولوا حتى برشا المستوى فيها متدني، صاروا برشا حاجات مثلا عركات كلاشات، حتى كلام تقال وصل، حتى كلام زايد تطلع في الديريكت. ايش نقول لك؟ كل حلقة كل حصة عندها خصوصية نتاعها. كل حصة تلقى فيها اللي ديفو، تلقى فيها الحاجات الباهين الإيجابيين، فماش عمل سلبي 100% وعمل إيجابي 100%. تلقى السلبي والإيجابي، تلقى ساعات الإيجابي يغلب السلبي، ساعات السلبي يغلب الإيجابي. تلقى وانت تبارك الله عليك، مانيش أنا باش نقول لك، ساعات فما ناس تبروفوكي الباز وتبروفوكي الحدث تبروفوكي هذا كله موجود. صحيح نتناوله في قضايا سخونه، في قضايا ربما ما يتناولوهاش ناس اخرين، كل واحد كيفاش يتناولها. فما شكون يتناولها بحماس، فما شكون يتبنى القضيه نتاعو، فما شكون يعبر افيك نوتراليتي، يبدا نوتر ياخذ الموضوع ويخذ، معناتها الاراء مختلفه. تشكيله كيفاش تكونت؟ والله يجي يقول لك، انا نحكي على روحك يا مساج، على روح. انا مشيت ضيف برشا مرات مع صاحبي في ام تونيزيا، في زيتونه، في مشيت برشا نلحق الحوار، مشيت لبرشا يستدعوني. مشيت بحذا صاحبي امنت، مشيت معاه وهو معايا كرونيكر، ومشيت معاه وهو معد ومقدم. دونك حتى النهار جات فرصه، قال لي اش قولك تقعد معانا في الحصة فيكس معنا. بون جي بايزيتي، قلت له بون مادام جيت معاك نجربوا ونشوفوا. وانطلقت ما غير لا بخاطر برشا ناس ما يقولوا توا خاطر تختلف. احنا تدبر مجموعة تلمنا حاجة مهمة برشا. الأغلبية بتاعنا رانا نسوم دي بينيفول بلا فلوس. بيان سور بالحق. بيان سور. وعلاش غرام ولا شنو؟ غرام. أنا واحد من الناس حتى كان يقترح عليا نقول لا علاش؟ أنا نعمل في كيف؟ وحتى حد نهار ما جا فرض علينا رايه. يقال انت في البلاتو خاطر جبت سبونسور ولا حاجه هكا؟ لا 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 اسمعني، سبونسور نتعاونوا، انا واحد من الناس وقت نجم نعاون في حاجه نعاون في حاجه. دون با دانكونفينيون، انا سيت اون فامي اكي جابارتيا، واذا كان انا متواجد في عائله ونجم نعاون العائله هذيك نعاونها، ما عندي حتى شروط، ومانيش وماهيش مزيه. سي جو بو لو فير جو الفوري افيك بليزير. تبقى الصحيح كون وجودي غاديك وجود مكرم اللقام، احنا جايين مكرم اللقام يسو دي بلاس من سوسه شاك سومين، معناتها يروح يخرج من البلاتو نص الليل غير ربع يوصل مسا مجانا مجانا، معناتها نعملوا في كيف. وحتى حد راهو فنهار جا قال راهو نحبوا نحكيوا وقولها، مستحيل وما ينجموش يقولوها. سي بور سيت ريزون الواحد يحس في روحه يعمل في كيف، كما كنت نعمل في كيف وانا نسير نعمل في كيف. نعطي راي اللي يتقال ايضا موظف البرنامج من قبل مثلا الشاب اللي ضرب الجامعه. ايش يقول لك؟ كل واحد كيرا يحكم ايش يحب، ونحترم اراء الناس الكل. الشابه نعرفوا الناس كل وضعيه الشابه وقضيه الشابه وعشناها الناس كل. اكبر بلاتو تناول وكان مدافع شرس هذا يجي نركوني هو على الشابه، هو برنامج الاثنين الرياضي، رئيس الشابه واهل الشابه ما يحضروا كان في برنامج الاثنين الرياضي. وكانه ولا الشابه الفولودير، مانيش في توا مش نقول العام الشابه الحقيقه ظلمت القرارات نتاعها اللي كانت صدرت ضدها، قرارات جائره. كنت نجم وكنت نقبل قرارات اخرين، معاقبه رئيس مثلا الجمعيه، معاقبه الكاتب العام، ما تعاقبش الجمعيه، ما تعاقبش الجهه كامله، ما تجيش الجمعيه خدمت بوندون دي زاني باش وصلت المستوى ذاك، تجي انت كما قال بجرة قلم تنحيها. مش معقول. بيان سور. يقال هيئه الكلوب الحاليه مقاطعه البرنامج. لحد علمي انا 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 نتواصل مع يكلموني نكلمهم ما نعرفش. اما غاضبين عليكم بون على خاصه مقدم البرنامج من الحوار اللي صار مع عبد السلام اليونسي في الصيف. لا اذا كان هما ايش نقول لك؟ اذا كان هما مقاطعين البرنامج ولا متغشين من هذايا انا نولي نقول لا راكم نقول لهم راكم غالطين. علاش؟ على خاطر كل انسان عنده الحق باش يتعبر. غدوه انا كنت في الكلوب وكنت نقرا في النهار اللي مش نخرج من الكلوب باش نولي مواطن عادي محب عادي. انتم اليوم تسيروا غدوه راكم مش توليوا محبين عاديين. ماذا بيكم يحترموكم يعاملوكم بنفس المعامله وانتم
في المسؤوليه. عبد السلام النوسي كان رئيس النادي الافريقي، انا كنت ما نشاطروش الراي في برشا حاجات، وجاء معايا البلاتو وكانت ما بيني وبينه مشاده كلاميه. اي معناتها وكنت ناخذ موقف منه، لكن موقف في النطاق الرياضي الشخصي لا. صار طبيب لي في الحلقه الماضيه خاصه بالهاشتاج اللي رفعت كيف برشا حبيت لك اليوم بتغشش شويه. لا اجي اقول لك حاجه. اللي تغشش على وعنده موقف نحترم موقف. فما ناس التوا في مخاخها التوا وما تنجمش تبدلها، اللي عبد السلام اليوسي غلط برشا في حق النادي الافريقي. هذه بالتاكيد عبد السلام اليوسي قام برشا اغلاط. قام بالعديد الاغلاط. في الاختيارات، في القرارات، في ماذا يفعل. فما قضايا مرفوعه حتى ضده. فما قضايا. تبقى اللي ما نقبلوش انا بتاتا مهما تكون الوضعيه، مهما يكون الخطا، كوني ندخل في حياتك الشخصيه، كوني نمسلك عائلتك، كوني نمسلك حريتك، هذوما ما نلعبش بهم خاطر تمسيت وتسبيت. حبيتك اش معناها السجن معناها؟ اي السجن ما عادش ما نقولوش عمل ولا ما عملش، لكن اللي عمل فما برشا يقول لك مثلا كل شيء نقبلوه كان السجن ما نقبلوش. لا يا خويا يعني مادام عبد عمل ماهيش نحكي على اليوسي نحكيهم بصفه عام. اذا كان عبد عمل يخلص يدخل السجن. معك ولا معك مشاترك الراي. تبقى عبد السلام اليوسي تصرف وهو كرئيس النادي الافريقي. مشاكله صارت وهو كرئيس النادي الافريقي. خذا فلوس ما نعرفش عملوا بها، قالوا ما حاسبناش، هذيك ما عنديش عليها علم وما نجمش نحكم عليها وما نجمش يكون عندي حكم قاطع. تبقى انا مادام رئيس النادي الافريقي، احنا عندنا مثل قبل يقول لك رجل امنا هو ابونا. رئيس النادي الافريقي نحترمه كرئيس النادي الافريقي تو دابور. تبقى غلطت من بعد، هو غلط في حق نفسه وغلط في حق عائلته وغلط في حق في ولاده، خاطر انا في بلاصته هو ما ناخذش الريسكو ولو ب 1%. احنا باش نعطيك اكزامبل وتو هاني قاعد كل مره ونجيني فرصه نقولوا علاش قبل 2010 تبارك الله عليك انت عشت الفتره قبل 2010 وتاع عمرك سمعت بفريق تونسي وحيد من اي درجه كانت صارت له اشكاليه في الفيفا ولا في الجامعه ولا تخط؟ مستحيل. علاش؟ خاطر كانت ثم ضوابط نمشيو بها. تو تسيبت، تو كل واحد يقول لك انا نجم نشد رئيس، وكل واحد يقول لك ويجي ويعط الشيكات. يا ولدي خموا، يا ولدي اعرفوا روحكم على شنو قادمين. ما عندكش فلوس ما تصرفش. نستسمحك صالح، عندي برشا مواضيع نحكي فيهم معاك، ماذا بيا اجاباتكم بسرعه خاطر بدينا مؤخر وبحكم انه فما مقابله. فقط فاصل قصير وبعد نبداو الحوار معاك خاصه في حول مسيرتك في التصوير الرياضي.